بخصوص ان هناك اختلافات في وجهات النظر ما بين انديه وكذا وكذا، اعتقد ان ده مش صحيح. هو في النهايه كل علاقتنا بكل او علاقه النادي الاهلي بكل الانديه هي علاقه كبيره جدا وعلاقه محترمه وعلاقه قايمه على الاحترام المتبادل، لكن مش هينفع تغلط فيا واسكت. ما فيش كمان، لو من اول ما احنا لعبنا او انا كنت في الناشئين وبعدين طلعت مع فريق مرتجي وكمال بيه حافظ، وكان في اتحاد الكوره كمان رموز كبيره جدا تعلمنا منها حاجات كتير. انا مثلا اتعلمت على ايد في الاتحاد اللي هو محب يوسف مثلا الله يرحمه، علمني ازاي البس وازاي شكل الناشئ يبقى عامل ازاي مواكب للمسيره بتاعت النادي الاهلي. كابتن صالح سليم، كابتن حسن حمدي، عبد الصالح الوحش، الباشمهندس محمود طاهر، كابتن محمود الخطيب، الناس دي كلها نفس الشكل ونفس السيناريو ونفس التفاهم ونفس لما تيجي كابتن محمود لما بيروح في اي حته دلوقتي، يروح نادي الاتحاد، يروح الاسماعيليه، يروح في اي حته، ايه الاستقبال وايه صحيح وايه الشكل اللي احنا بنشوفه؟ بيروح السعوديه، بنروح المغرب، بيروح شكل تاني خالص. كويس. ده بيمثل ايه؟ بيمثل النادي الاهلي. صحيح. احد الناس اللي هي رموز النادي الاهلي اللي الواحد يفتخر بيهم. صحيح. انت وانت بتتفرج او انت بتبقى، انا واحد من الناس ببقى مبسوط ان انا زميلت الكابتن محمود الخطيب، طبعا زميلت الكابتن حسن حمدي، كمان كان ليا حظ ان انا لعبت معاه سنتين. بس كل ده والاداره شيء تاني، وانك انت تبقى مسؤول شيء تالت. صحيح. لما انا حضرتك النهارده تيجي تكلمني يقول لي النادي الاهلي اتصرف تصرف، ده الطبيعي، ده الطبيعي بتاع النادي الاهلي، اتربينا على ده على طول. ما ينفعش نطلع بره اللين، يعني ما حدش بيطلع بره الخط. صحيح. هو ده سبب وسر النجاح، سر البطولات كلها اللي موجوده دي يا اسلام، مش من فراغ يعني. لازم تبقى كويس، لازم تبقى الدكه بتحب اللي جوه. مش بس يعني الناس فاكره المكسب ده ان هو ال 11 بس اللي بيلعبوا في الملعب، لا، ده وراهم ناس كتيره قوي بتتمنى لهم الفوز. صحيح. ناس نفس النيه موجوده. لو في اي عمل النيه ما مش متكامله، من حجره اللبس على اذا كانت مؤسسه او اي حاجه، مفيش حاجه بتمشي. لازم النيه تبقى خالصه في كل حاجه. صحيح. لازم الصح فين واحنا بنمشي وراه. اعتقد النادي الاهلي هو الصح الكبير اللي بيحاول. حتى اقول لك على حاجه، انا لو ما اعرفش انما هشوف ايه الصح وهعمله، هحتذي بيه وهنتهي بيه. مش كده يقول لك انتهي النادي الاهلي من حيث ينتهي كل الناس تبتدي يعني. حاجات كتير قوي، موسم كتير قوي، وعلامات كتير قوي في حياتنا احنا كنادي اهلي. انا في حياتي الشخصيه تصرفات النادي الاهلي معايا لا تعد ولا تحصى. انا افتكر يا كابتن من يعني 3 سنين كده، انا اسف قبل عشان بس ما انساش، من 3 4 سنين انا وحضرتك كنا قبل ما يحدث التطوير، كنا في استوديو تحليلي احد الاستوديوهات، او في كنا في مقابله، كنت انا مذيع في قناه الاهلي، وحضرتك قلت لي البنك النادي الاهلي ده عامل زي البنك الاهلي. ايوه فاكر. رصيدك موجود تروح تاخد منه، محدش يقدر يقفل رصيدك. ايوه، انت اللي تقدر تقفل رصيدك بالظبط بايدك. صحيح. في حالات هو عامل زي بنك، مش لا هو بنك بجد. عطاء وحسابك مفتوح طول الحياه فيه. صحيح. طول ما انت جواه وعارف حدودك فين وشكلك فين وموقعك فين، وقلت لك جنبه، وكل منا في موقعه، كل واحد بيأدي في حياته في الحته المرسومه ليه او الحته اللي هو يقدر يكون فيها بيساعد. انا واحد من الناس قعدت فتره بساعد ازاي؟ مشاهد مع الجماهير. صحيح. بشجع في الاستادات، يعني بروح الاستاد واشجع، وما كانش ليا اي دور اعلامي او كان ليا اي حاجه. بروح النادي، بروح اتكلم مع ناشئين، بروح اتكلم مع اي لعيب من الدرجه الاولى، اقول له يوه يا ما حصل لنا، يا ما جرالنا، يا ما لعيبه كبيره كانت تيجي تقول لي نفس الكلام اللي انا هقوله لك دلوقتي. هي رسائل. صحيح. رساله بتبقى في الحياه كلها. المحظوظ اللي يسمع، او المحظوظ اللي انا يقف في ايدي مثلا، او انا حد ينصحني. كابتن صالح سليم ياما نصحني. صحيح. وكل حاجه قالها ما نزلتش الارض. مظبوط. كوره يا شريف هتعمل كده. صحيح. خد بالك، خد منها قد على قد ما تقدر. صحيح. لعيبه بقول لهم انا دلوقتي، انتوا دلوقتي في وضع يسمح لكم